أعزائي المشاهدين، مشاهدين برنامج الناس الطيبة، أهلنا وإخواتنا في كل مكان، حبايبنا وناسنا وأهلنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فقرات حلقتنا الجديدة معاكم، طبعا زي ما تعودنا مع بعض بنستضيف رموزنا وناسنا والقامات بتاعتنا. يقول حق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العظيم. إخواتنا في كل مكان اللي هم الفلاحين وناسنا وأهلنا الطيبين في كل مكان، إحنا طبعا معاكم دايما إن شاء الله مستمرين إن إحنا نوصل صوتنا ونتكلم بصوت عالي، وعندنا بفضل ربنا قيادات تسمعنا ونشتغل على نفسنا. عندنا فلاحين كل ما يهم قطاع الفلاح المصري. معايا في الحلقة أخويا وحبيبي الحاج أحمد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين وشيخ فلاحين مصر. أهلا بيك. أهلا يا حاج أحمد، منورني. أهلا بيك. منورني والله. الله يبارك فيك. معايا مهندس فتحي النجار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية بكفر الشيخ. منورني يا فتحي بيك. حضرتك ربنا يخليك. طبعا في حضرة مشايخ الفلاحين، لما بنتكلم عن فلاحينا والعراقة والطيبة والأمارة، الناس اللي هي بتكافح وبتشتغل، لازم عايزين نسمعهم أكتر، لأن عندنا مشاكل، عندنا مشاكل تخصنا. فهنبدأ بالحاج أحمد جودة. يا حاج أحمد، أنت وجهة نظرك إيه للفلاح المصري في الفترة القادمة إن شاء الله؟ طيب، الأول أقول الاستهلالة بتاعتي. اتفضل. الحمد لله الذي حمد نفسه قبل أن يحمده حامد. الحمد لله. ذا الجلال والإكرام، المتكلم بالقرآن، الخالق للإنسان، المنعم عليه بنعمة البيان، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الأول عشان نتكلموا في هموم الفلاحين وفي مشاكل الفلاحين مش هنخلصه، صح؟ لأن الفلاحين مطحونين، مطحونين. صح. عارف الطحين يعني ايه؟ اه، يعني الغلة لما الجمح لما الحجر بيطحنه بيخليه دقيق. هم مطحونين. الأول أنا عايز أنتهز الفرصة وعايز أبارك للسادة أعضاء مجلس الشعب اللي يهمونه وإخواتنا وحبايبنا وعلى رأسهم الحاج حسن عبد الوهاب، سيادة النايب، وبنباركوله على الهواء مباشرة، وبنباركوا اللي عندنا في الدايرة بتاعتنا للأخ محمد داوود والأخ محمد سعد الصمودي، وبنباركوا لأخونا عادل النجار، وبنباركوا لنفسنا لأن هم كلهم عيالنا. طبعا. ونتمنوا انه ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ويتكلموا بصوت الفلاحين يا رب، ويفتكروا ان احنا من الداعمين لهم فيدعمونا، لان احنا بقالنا سنين بنطلبوا بان يسن قانون النقابه، والمجلس الثاني اللي هو ما عملش حاجه خالص. تمام. ما سنش القانون. بنطلبوا بان يبقى لنا مجلس اعلى للزراعه والري علشان خاطر يسن قوانين الفلاحين ويشوف مشاكل الفلاحين. تمام. ويعرضها امام لجنه الزراعه في المجلس. تمام. ما برضه ما حد سال عننا، فنتمنى ان دول يفتكرونا ويعرفوا اللي احنا عايزينه ويعملوه. ان شاء الله هيفتكرونا يا حاج احمد، لان هو احنا كلنا ابناء الفلاحين، فاحنا بنامل ان احنا عندنا الحاج حسن عبد الوهاب امين عام النقابه العامه للفلاحين ونقيب فلاحين دمياط، شخصيه مرموقه واشتغل، راجل اشتغل واجتهد، ولنا اصوات ان شاء الله مسموعه في مجلس النواب، وحنشتغل عليها اكتر كمان وكمان ان شاء الله بامر الله الفتره الجايه، وان احنا يناقشونا ويسنونا قوانين النقابه العامه للفلاحين، يسنونا كل الامور اللي هي ممكن تخدم الفلاح. وحنتنقل برضو للبشمهندس فتحي. يا بشمهندس فتحي، رؤيه بقى حضرتك في ان احنا عندنا النهارده محصول البطاطس ب70 ساغ، وحاجه يعني مخزيه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمحصول بطاطس السنة اللي فاتت كان وصل كيلو، وصل فيها 10 جنيه و15 جنيه. تمام. والسيد الرئيس مشكور أمر بأن اللي في التلاجات يطلع ويتباع للمواطنين في السوق عشان ينزل أسعار. تمام. نتيجة سوء التخطيط حصل كثافة في الزراعة السنة دي. تمام. لأن مفيش سياسة زراعية اللي هي إيه؟ سياسة الدورة الزراعية. كلام مظبوط. فحصل كثافة في الانتاج، ونتيجة للظروف اللي بتمر اللي بيمر بها العالم في أزمة كورونا. أيوة. ومفيش تصدير، فأصبح عندنا فائض في السوق، فأدى لانهيار الأسعار. تمام. ده يتحمل جزء منه الفلاح نفسه، والجزء الثاني الأكبر على إيه؟ على وزارة الزراعة. حلو. لأن لو فيه سياسة زراعية متبعة بحيث إن يبقى معروف ان احنا استهلاكنا بالبطاطس قد كده، يتزرع كذا فدان والباقي ما يتزرعش، ما كانش هيحصل ايه اللي احنا فيه النهارده. كويس.
ولا كان هيحصل فيه اللي احنا كنا فيه السنة اللي فاتت. تمام. فالبطاطس أزمتها يتدخل فيها العوامل بقى الطبيعية صح. اللي هي زي الأزمة بتاع كورونا، لو في تصدير برضو ما كانش هيوصل ايه كويس، ما كانش هيحصل تدني في الأسعار كده. الحاجة التانية اللي هي ايه السياسة الزراعية، اللي هي سياسة الدورة الزراعية، ودي لازم ولابد. دي مش منافسة في مصر الا تقريبا في الايه في الاصلاح الزراعي. يعني لازم يبقى في ربط، لازم يبقى في ربط بين الجامعات الزراعية ومنظومة وزارة الزراعة، عشان خاطر يا باشمهندس فتحي ان احنا النهارده يبقى في سياسة في الزراعة نفسها، يعني الدورة الزراعية الاصلاح او وزارة الزراعة المفروض انها تشتغل عشان تنسق مع ان الحوض ده يزرع ايه زي زمان كده، دور الارشاد الزراعي ده مطلوب. تمام. طبعا يعني ده يعني مع وجهة نظر سعادتك ان احنا لازم نشتغل على كده صح ولا تمام إيه؟ طبعا لازم لازم يبقى كل حاجه منسقه وتشوف حاجه السوق قد ايه والسوق مطلوب فيه ايه. تمام. ويتزرع على قد الحاجات دي كويس، وبرده مع باقي المحاصيل كل تمام. المحاصيل لازم يبقى فيها سياسه، لازم تبقى فيها انت عارف انت هتزرع ايه. ايوه. وهيتباع ازاي والسوق محتاج ايه ومش محتاج ايه، وممكن تصدر ايه وممكن تستورد ايه، يعني بحيث ان انت حلو. تسد العجز هنا وبرضه ما يبقاش عندك زياده ولا فائض. كلام محترم. تمام. طب يعني انا عايز ناخد حته من كلام سعادتك ونرجع بها لاخويا الكبير الحاج احمد جود. انت قلت الفلاح ليه دور في اللي حصل ده، هل فعلا يا حاج احمد هو الفلاح دوره ايه غير ان راجل بيزرع عايز حاجه تجيب له اخر النهار انتاجيه ويمسك فلوس؟ تمام. ايه ايه ليه بقى الفلاح يا حاج احمد؟ يعني ما لو انت فكرت دقيقتين بس تلاقي ان الفلاح معلش لحصر مزروعات ولا دراسه ايه اللي هو محتاج له. ايه اللي هي محتاجه له الدوله، محتاجه كم كيلو كم طن، وما يعرفش احتياج السوق التصدير قد ايه. تمام. فهيزرع عشوائي فده هياثر عليه، لكن لما يبقى فيه عندنا لجنه في وزارة الزراعة اسمها لجنة الحصر والإرشاد والتخطيط. تمام. وخصوصا ان احنا عندنا وزير زراعة مش تخصصه. تمام. الزراعة بس اكيد لازم يسمع تخصصه اقتصاديا. يعني ديت من مهمه الاساسية. اذا ما عملهاش ده ما حدش عملها، لان هو في البداية والنهاية هو ايه، هو اقتصادي. اقتصادي. تمام. يعني تخطيط ودراسة. حلو. المفروض ان هو يدرس ده ويقعد بشكل لجنة تدرس احتياجات السوق. تمام. وتدرس ايه اللي هو مطلوب للفلاح. حل. ومطلوب للسوق ومطلوب للتصدير. وبناء عليه يوجه اللجنة لذلك. تمام. احنا بنبص لحاجة تانية. الفلاح انا قلت لك انه مطحون كويس، مستلزمات الانتاج عالية السعر. هو زرع البطاطس دي الكيلو بكام في تجاوي والكيماوي بكام واحتياجات الارض من الاسمده بكام؟ عاليه جدا في البطاطس. هو محتاج اسمده اكتر من اللي هم بيدوها له. كلام مظبوط. فالمفروض انه يزود حصه الاسمده. ايوه. علشان خاطر المزروعات ده مش في البطاطس بس. في البطاطس وفي البنجر وفي البطاطا وفي الرز وفي القمح وفي كل حاجه عايزين تزيد حصه الاسمده، لان الحصه محددها مركز البحوث بناء على ايه؟ بناء على اجود الاراضي. تمام. في اراضي ضعيفه وفي اراضي محتاجه قيمات اسمده اكتر. كلام. فاحنا محتاجين تزيد نسبه الاسمده علشان تساعد الفلاح في الانتاج. حلو. ومحتاجين ان الفلاح يبقى عنده منفذ للتسويق ومنفذ للتصنيع. حلو. ده مهم جدا. طيب دور الاسمده بقى يا حاج احمد، انا هتكلم في موضوع الاسمده. الاسمده اللي بتوصل للفلاح دي يا باشمهندس فتحي، هل موثوق فيها؟ طبعا، لانها بتيجي عن طريق الوزاره، بتجيبها الجمعيه العامه بتتعاقد مع المصانع وبتوزعها على المركزيات في المحافظات. تمام. وبيبقى في كل محافظه لها مقرر بتاخده كل شهر. برنامج بيتعمل والجمعيه المركزيه بتوزع على المشتركات والمشتركات بتوزع على الجمعيات المحليه. طيب انا بتكلم سعادتك يا باشا مش في المبيدات اللي هي بتاعه اللي جايه من وزاره الزراعه، انا بتكلم اللي هي ساعات الفلاح بيستخدمها وبيجيبها من بره، يعني بيجيبها من محلات وبتاع. لا، المحلات دلوقتي بالنسبه لموضوع المبيدات دي ليه قصه كبيره. المفروض الوزاره تنشط بالاتفاق مع وزاره التموين، تنشط ايه الرقابه على المبيدات. تمام. لان معظم المبيدات اللي موجوده في السوق دلوقتي معموله تحت السلم.
وبتؤدي يعني لتدني الانتاج في في بعض المحاصيل. يعني مثلا عند الموسم اللي شغال دلوقتي الغله، معظم المبيدات اللي موجوده في السوق معموله تحت السل، فاما الفلاح بيستخدمها بتبص تلاقي فيه القمح اصفر وجات له امراض. تمام. ما لكن الوزاره المفروض تبقى مسؤوله وتوفر الحاجات دي عن طريق الجمعيات الزراعيه. تمام. الرقابه المفروض تبقى من المعمل المركزي مش من المسطحات والتموين. تمام. المعمل المركزي بياخد عينه ويشوف ده صالح ولا مش صالح. صالح. لا، المعمل المركزي في القاهره هنا في الوزاره. لازم يبقى لكن له أفرع. لكن أفرع في كل لكن, مكان. لكن مين اللي هيروح بقى يتابع الحالات اللي في القرى والنجوع؟ يا باشا في رقابه، لان انت بتدي هو الرقابه على المبيدات دي تيجي بقى اللي موجود في المدن كلها والقرى هي الزراعه والتموين. حلو. بس انت طب معايا مداخله يا سياده النائب. حبيبي يا حاج احمد. الو. حبيبي يا حاج احمد اخويا الكبير وتاج راسي. الله يخليك، الف الف مبروك يا سياده النائب، فرحتي بيك قد الدنيا كلها. حبيبي يا حاج احمد مبروك لنا كلنا، مبروك لنقابه الفلاحين، مبروك للحاج محمد العقاري، مبروك لسياده اللواء سامي، مبروك لسياده اللواء احمد زغلول مهران، مبروك لسياده اللواء محمود زرد، معانا طبعا النائب جمال ابو عوض. الله يبارك في سعادتك، ربنا يخليه. معانا طبعا جمهوري العزيز، مستمعين الناس الطيبه ومشاهدينا في كل مكان، الحاج حسن عباب عيسى من دمياط، من كفر سعد بلد الرجاله والناس اللي وقفت في ظهره. الحاج حسن يعني علم من اعلام فلاحين مصر، الراجل ده شقى واشتغل وتعب. والحاج احمد جوده معايا، بيبارك لك يا حاج حسن، ومعايا الباشمهندس فتحي. احمد جوده سلمنا عليك كتير. الله يبارك. انا باركت في مقدمه الحلقه حاج حسن، على باركت لنا كلنا ولنفسنا عليك. الريس بتاعي واخويا الكبير اللي اتعلمنا منه الوطنيه، وتعلمنا منه كل حاجه حلوه. الله يبارك فيك احمد جوده. الله يبارك فيك. يبارك فيك. سؤال بقى يا حاج حسن كده، من خلال برنامجنا الناس الطيبه، انت طبعا الفتره اللي فاتت كافحت بقى واجتهدت والحمد لله. اول حاجه ان شاء الله نقدر نتكلم فيها بلسان الفلاح المصري اللي بيمثلنا في مجلس النواب، نقول ايه بقى لاهلنا الطيبين واهلنا الفلاحين ومزارعينا واهل كفر سعد وناسك وحبيبنا الحلوين دول. اولا احنا طبعا يعني بالنسبه للملفات اللي احنا نشتغل عليها ان شاء الله لما ربنا يكرمنا ونبتدي في انعقاد جلسات مجلس النواب، احنا عندنا ملفات كتير تخص طبعا اهلنا وناسنا واخواتنا اللي احنا بنتشرف دايما ان احنا لابسين العباءه بتاعتهم وبنتكلم باسمهم من خلال النقابه ومن خلال الحياه الاجتماعيه اللي احنا عايشينها. طبعا الفلاح المصري في الاونه الاخيره، طبعا حضرتك واخويا الاستاذ احمد الحاج احمد، طبعا معظم المشاكل قدامنا على طاوله المفاوضات في النقابه. أيوة. طبعا الفلاح في الفتره الاخيره او في الاونه الاخيره بيعاني معاناه شديده جدا من ارتفاع اسعار المبيدات والتقاوي الكيماويات، وبيعاني من انخفاض اسعار المحصول بتاعه، خاصه المحاصيل الرئيسيه زي القطن زي القمح زي الرز. طبعا الفلاح بيعاني من حاجات كتير جدا. بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقدر نكون لسان الفلاح في مجلس الشعب، وان شاء الله بعون الله ان احنا نحاول نقف جنبهم في الفتره الجايه ان شاء الله، وده اقل شيء نقدر نقدمه لاهلنا الفلاحين. ده انت كان دورك يا حاج حسن ملحوظ قبل كده فعلا، وحاليا ان شاء الله بامر الله انت اضافه للمكان يا حاج حسن، مش المكان عمره اللي اضافه ليك، بالعكس ان شاء الله انت صوت الناس اهلنا. احنا كنا متابعين كل الانتخابات عندك والحمد لله اجتهدت، وبنبارك لك يا حاج حسن تاني وتالت، لان انت تستحق قد كده 100 مره والله يا حاج حسن. كل اللي موجودين طبعا قناه الصحه والجمال، انا كان ليا الشرف ان انا حضرت فيها كم مره طبعا مع نقيبنا واخونا الحاج محمد العطاري، وكان زميلنا المحترم الحاج الاستاذ عادل زيدان رئيس اللجنه الاقتصاديه في نقابه الفلاحين. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحط ايدينا في ايدين بعض إن شاء الله، ونقدر نقف جنب اخواتنا الفلاحين في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا شايف يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عده اللقاءات اللي احنا حضرنا فيها في مجلس النواب في الفترة السابقة وفي لجنة الزراعات،
طبعا الرئيس عمل نقابة مهنية للفلاحين، تمام، تأمين ومعاش للفلاح. إن شاء الله نحاول إن احنا في الفترة الجاية نطالب بحاجات تفيد إخواتنا الفلاحين في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. طبعا الكلام ده مش هيتم إلا من خلال نقابتنا وإخواتنا في كل أنحاء مصر، ونقباء الفلاحين في جميع الجمهورية يجمعوا جميع المشاكل، وإحنا إن شاء الله نكون لسان لهم في مجلس النواب بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا حاج حسن، ووفق بأمر الله، ونتمنى لك التوفيق في اللي جاي، ومع بعض إن شاء الله وتوعدنا تبقى معنا حلقة إن شاء الله يا حاج حسن. إن شاء الله. شكرا يا حاج حسن. يا حاج أحمد، طلبتنا بتاعة الفلاحين بقى لوزارة الزراعة، طلبتنا أنا ليا مطلب أساسي بعد إذن باشمهندس فتحي. تمام، ليا مطلب أساسي، أتمنى أتمنى إن حد يسمعني ويقول للرئيس أو الرئيس نفسه أو مركز دعم واتخاذ القرار بيفرغ الحلقات، تمام، يتكرم ويوديها للسيد الرئيس. تمام، إحنا عندنا أرض كتير في مصر، عندنا احنا عايشين على 6% من مساحة مصر، تمام، واحنا عندنا مية كتير 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 محدش يعرفها الا اللي فحفر بايده عارفها، تمام، احنا عندنا المية في الوادي الجديد بتطلع نافورة تلقائيا. طب انا ليه ما اعملش نهر من سيوة، ايوه، لمفيد توشكا يمر بالوادي الجديد ويمر بسيوة والمية هتتدفق فيه والزايد في المفروض تشكي، حلو، يبقى فيه، يبقى منه مخزن للميه ومنه يستزرع حوالي 8 مليون فدان زي بتوع الدلته، حلو، على ضفتينه ويجذب مجتمعات عمرانيه جديده، وما يحطناش في مشاكل الناس اللي بتبني على الاراضي الزراعيه، وما يحطناش في مشاكل ان ما فيش ان يبقى فيه نقص في المواد الغذائيه، ويخلي الفلاح العرجان الشجيان يلاقي ارض يزرعها وينفع اقتصاد الدوله، ويبقى جميل 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 جدا للاقتصاد الوطني وللبلد وللفلاحين وللدول والدنيا كلها. ده مشروع دوله، وان شاء الله يا حاج احمد هيتحقق، يعني ان ده مشروع دوله، مشروع كبير يا حاج احمد بيتكلم فيه. اللي انا بتكلم فيه مش هيكلف الدوله، لان احنا عندنا المعدات بتاعه حفر قناه السويس، تمام، وعندنا الهندسه العسكريه تقدر تشتغل الشغل الهندسي على اعلى مستوى، طبعا تقدر تشتغل الشغل الهندسي، تقدر تعمل حاجه كويسه، طبعا 100 متر بطول، صح، ال 1000 كيلو ده هيعمل في البلد نهضه عمرانيه وزراعيه واقتصاديه، تمام، وده طلب اتمنى من القياده السياسيه والسيد الرئيس، ويسمى بنهر الرئيس السيسي، عشان الرئيس السيسي حط ايده على كفه، رقبته على كفه، وعمل اللي محدش عمله، وملى البلد عمار وكباري وطرق وانشاءات، ودعم الاقتصاد ودعم كل حاجه، وعمل كل اللي يخطر على بالك. المكافاه انه يبقى النهر ده، عشان النهر ده حياه، يبقى اسمه نهر الرئيس السيسي. طبعا، طيب، طبعا الرئيس السيسي كان بيعمل مشروع التبطين، تبطين الترع والمصارف، ويعني برصيد ميزانيه 120 مليار، وابتدينا ان احنا نشتغل فيه. يا باشمهندس فتحي، يعني انت شايف ان ده هيفيد، ده هيفيدنا، ده هيفيدنا ولا ايه؟ ادينا فيد الفلاح ازاي؟ ده هيفيد الفلاح بصفه، طب نستأذن حضرتك، احنا بيقول لنا معانا فاصل، هنكمل السؤال ده واجابته بعد الفاصل ان شاء الله. ماشي، ورجعنا لحضراتكم تاني مشاهدينا برنامج الناس الطيبة مع البشمهندس فتحي. يا بشمهندس فتحي، يعني حضرتك الترع والمصارف اشتغلنا عليها الفترة اللي جاية دي والفترة اللي فاتت دي، فايدتها ايه للفلاح، وانت شايفها ممكن تبقى ازاي؟ هي مفيدة جدا للفلاح، طبعا، لانها توفر المية وتوفر التطهير وتوفر علك في المية، وثانيا هي بالنسبة لكفر الشيخ بالذات، هي اللي هي المحافظة بتاعتنا، هي مفيدة جدا، لان احنا عندنا نهايات، لان احنا كفر الشيخ نهاية الترع بالنسبة لمحافظة الدقهلية ومحافظة الغربية، فنهايات الترع دي في صعوبة شديدة لوصول المية لنهاية الترع، الترع دي هتساعد ان المية توصل لنهايات الترع دي، تمام، لما بيوصلناش المية مظبوطة او المية بتبقى ما بتوصلش في الميعاد اللي احنا عايزينه، ده بيؤدي لضعف في انتاج المحاصيل الزراعية، تمام، لكن لما توصل
دي بيقلل استهلاك السماد الازوتي بالنسبه لنا. تمام. وبيعلي كمان بيعلي انتاجيه المحاصيل الزراعيه. وهتوفر في الميه. وهتوفر في الميه. تمام تمام. طيب انا برجع برضو بالسؤال للحاج احمد دوده، انت رؤيتك يا حاج احمد في المحصول مثلا بتاعنا المحاصيل الاستراتيجيه بتاعتنا، وان احنا وزاره الزراعه واقفه كما ينبغي او الاتحاد التعاوني، لان انا عندي مشكله البطاطس دي 70 ساق، يعني 70 ساق ده حرام، المزارع صرف وكلف وتلك، 70 ساق ده ايه الرقم ده؟ فهل الرقم ده ينفع ان واحد بياكل ولاده وبيته وبيصرف وبينزل غيطه وبينزل يشتغل من الصبح وفي الاخر النهار يلاقي محصوله ومش عارف يبيعه؟ ايه الفكره؟ دور الاتحاد التعاوني ودور وزاره الزراعه هو ده كما ينبغي للفلاح المصري؟ لا لا مش كما ينبغي. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. في فرنسا بيعملوا البطاطس ديت نص سليق نص سليق ويعبوها في اكياس بمواد حافظه وتفضل طول السنه موجوده في السوبر ماركت. احنا لو بقى عندنا بطاطس زراعي ما تبقاش البطاطس ب 70 قرش، تبقى السعر العادل بتاعها ب 5 جنيه وال 5 جنيه طول السنه. تمام. لانها هتبقى هي هتاخد لها جنيه تصنيع وتبقى طول السنه لخدمه المواطن المصري والمواطن وتتصدر وتبقى. لكن احنا ما عندناش سياسه زراعيه، ما عندناش سياسه تصنيعيه، احنا المفروض ان يبقى عندنا وزير الصناعه والتجاره يبقى عندنا زي وزير الزراعه يبقى مسؤول قدام الفلاحين. تمام. ما احنا مش مقصورين على وزاره الزراعه. انت تعرف وزير التجاره والصناعه؟ تمام. ما يعرفش حاجه عن الفلاحين. ما بيفكرش في الفلاحين. احنا مفروض. احنا عندنا مفروض ان رئيس الوزراء يبقى له مستشار من الفلاحين. احنا عندنا مفروض ان رئيس الجمهوريه يبقى له مستشار من الفلاحين. لازم. احنا عندنا وزير الزراعه بما ان هو بنكير مش بتاع زراعه المفروض ان يبقى له مستشار من الفلاحين. كلام مظبوط. عشان الفلاح ما حدش بيعرف يعبر عن مشاكله زي هو. انا اقدر اقول له اني الفدان البطاطس ده تعبني وخلاني بحت ممتلكاتي عشان ازرعه. كلام محترم. منتظر الحصيد بتكلف على الفلاح كام؟ متكلف صارف عليه كام؟ تجاوي وزرع. لا لا انت بتبدا من اول ايه؟ ابدا من اول الحارت. من اول ما بدا ان هو ابدا من اول الحارت. صح صح. وبياخد سوبر قد ايه وبياخد كيماوي قد ايه وبياخد تقاوي قد ايه؟ انت بتشتري التقاوي ازاي؟ بتصور التقاوي من بره بقد ايه؟ كيلو بايه؟ كلام مظبوط. طب توسعاتنا بقى في الرقعه الزراعيه الجديده اللي احنا مشروع مليون ونص فدان بعدين بالنسبه برضه عشان ما نتخطاش موضوع التسويق ده، بالنسبه لكافه المحاصيل لازم يبقى في سياسه. احنا عندنا مثلا يعني عندنا جمعيه العامه للائتمان. تمام. بتشتغل في حوالي 7-8 مليار جنيه وناجحه في ان هي توفر. معانا تليفون الحاج رفعت رضوان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الله. الحاج رأفت رضوان يا حاج احمد. اهلا اهلا. ازيك حاج رأفت؟ يا عباس مدور. ربنا يخليك يا حاج رأفت، ربنا يعزك. منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. اهلنا في كفر الشيخ عاملين ايه؟ انا سالت عليك والله. الحمد لله زي الفل يا عم الحاج احمد. ربنا يبارك في حضرتك. معايا طبعا الشيخ الفلاحين الحاج احمد جوده والباشمهندس فتحي النجار ومشرفين هنا والله. انت معاك اعلام التعاون في كفر الشيخ كليه. ومبروك لشمس. معاك الحاج فتحي ابو المعاطي رئيس الجمعيه المركزيه اللي منور الدنيا. الله يكرمك. يبارك في حضرتك. الله يكرمك. ومعاك ابونا احمد جوده شيخ الفلاحين. ربنا يبارك في سعادتك. طب منور الدنيا. انت اسمعنا من التليفون يا باشمهندس، وانا عايز استغل الفرصه بقى واسالك، يعني انت شايف الفتره الجايه ان شاء الله بامر الله احنا عاملين شغل كويس جدا سواء في النقابه او على الارض، احنا ان شاء الله نخدم فلاحيننا واهلنا وناسنا. ازاي عايزين ننزل كفر الشيخ كده ونعمل حاجه كويسه؟ اي حاجه عندنا ان شاء الله نتعامل فيها. انت رؤيتك ايه يا باشمهندس؟ اولا انت تشرف وتنور كفر الشيخ في اي وقت. ربنا يبارك في سعادتك. كفر الشيخ تنور بحضرتك. انت لازم تنزل وتشوف الناس على الطبيعه. لسه بنقول له يا حاج رفعت من شويه. شرف ليا. لسه ووعدنا المره اللي فاتت وما جاش. تمام. وتشوف الفلاح. وطى التلفزيون يا حاج رفعت. ايوه. وطى التلفزيون. التلفزيون ما خليك معايا. ايوه معاك اهو. شرف ليا والله يا حاج رفعت يكون موجود مع اهلي وناسي سواء في كل المحافظات في كفر الشيخ وفي كل المحافظات مصر من اولها لاخرها بروحها
احنا ان شاء الله بامر الله معاكم برنامجنا ده يكون نافذه لانطلاقه جديده للفلاح المصري وكل طوائف المجتمع المصري، ان احنا ان شاء الله بامر الله نكون معاهم على الارض، وان شاء الله يا حاج رافت تكون معانا ودايما نعمل حاجه ان شاء الله تخص فلاحنا، ودايما مشرفني في البرنامج بتاعه ومفاجاه جميله وعلى راسي من فوق يا حبيبي والله. حبيبي حاج رافت اشكرك يا حاج رافت. اتفضل ربنا يخليك. اتفضل. فموضوع تسويق المحاصيل ده مهم جدا. يعني مثلا نيجي احنا مثلا لمحصول استراتيجي زي محصول القطن. يعني احنا كنا في سنه، السنه اللي قبل اللي فاتت كانت كفر الشيخ زارع الواحده 107,000 فدان قطن. 107,000 فدان قطن السنه اللي قبل اللي فاتت دي. تمام. كان كنا ما كناش عارفين نودي القطن فيه. لكن لازم يبقى فيه حل الموضوع التسويق دي، لازم قبل ما ازرع اعرف انا هزرع كام فدان. واعرف انا قطني هيبقى بايه وهبيعه ازاي، ومين اللي هياخد القطن ومين اللي مسؤول عنه. ملف القطن ده بالذات او ملف تسويق المحاصيل الزراعيه لازم يبقى له، لازم يبقى له علاج في الدوله. ليه ما نعملش صندوق موازنه اسعار في التعاونيات مثلا؟ تمام. كان في مقترح، انا عندي يا حاج احمد هم فاتحين المداخلات، بس انا معايا الحاج محمد شيب. الحاج محمد فتح الله. ايوه. يا اهلا وسهلا يا عم الحاج. اهلا يا استاذ احمد باشا. ده ايه المفاجآت اللي بتهل عليا على الهوا ده وكل حبايبنا والله. حبيبي منور الدنيا معايا على الهوا دلوقتي يا عم الحاج. الله يخليك يا حاج احمد. الجماعه عندنا في الاستوديو فاتحين بقى المداخلات، فانت نورتني والله يا عم الحاج. الله يخليك يا باشا. ربنا يبارك في حضرتك. عاوزين يا باشا تتكلموا في البطاطس والفاصوليا والبسيلة اللي مفيش محاصيل، كل المحاصيل اسعار ليها خالص. تمام تمام. احنا عاوزين المسؤولين. عاوزين المسؤولين. تمام يا عم الحاج. تمام. عاوزين المسؤولين. تمام. تتكلموا معاهم وتتناقش معاهم وتشوفوا ايه البلوى اللي محطوطه على الفلاح. ان شاء الله هيكون في فقرات حواريه مع كل المسؤولين. البسله لها سعر ولا الفاصوليا لها سعر. الفلاح هيروح فين؟ لا ان شاء الله هيبقى في منظور. الفلاح عارف يجيب الكيماوي بتاعه من الجمعيه. لا مش لاقي فلوس يجيب كيماوي من الجمعيه. مش لاقي فلوس ولا ما فيش كيماوي؟ الناس بتلحس في بعضها. لا ان شاء الله هيبقى في منظومه كويسه بامر الله باذنه، واحنا عندنا نطالب بها يا عم الحاج ان شاء الله. يبقى عندنا سياسه تعاقديه وسياسه تسويقيه ومن... الو الو يا استاذ احمد. يا اهلا وسهلا. الو استاذ احمد. يا اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ معاك محمد محبوب من الصواف. يا اهلا وسهلا يا حماده. ازيك يا حبيب؟ انا ببارك لحضرتك على البرنامج الجميل والاداء المتميز اللي انت قايم بيه والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا حبيبي، وانتم منوريني واحنا بناسنا واهلنا ودايما ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. يا رب. ودي خطوه كويسه جدا في صالح الفلاح المصري والله. ان شاء الله بامر الله معانا مشايخنا وعرفينا لمجال الفلاح اللي هم كانوا بطلبوا والله دايما. والله يا جماعه انا في يوم من الايام اتذكره للحاج احمد جوده ان هو كان بيحاول يجاب الوزير عشان خطر مشكله عنده للفلاح، فالوزير اتاخر نام على الباب عشان يوصل صوت اهله اللي هم حملوه امانه، اهل كفر الشيخ وكل المحافظات. نام لحد ما اتجابل والحمد لله. فاللي بيقدر على حاجه ان شاء الله بيعملها من خلال برنامجنا. وانا بنشكرك يا استاذ محمد وسلام لكل اهلي وناسي. ربنا يخليك. في مقترح. اتفضل يا حاج احمد. الحاج محمد شبلي يعني انا هم فاتحين الهوا وفاتحين الاتصالات على رأي. لا على راسي انا نقصد انا سعيد بكل اهلي دول، كل اهلي اللي حاسين بينا. اتفضل يا حاج احمد. بقول لحضرتك في مقترح الرئيس عنده فكره بيه بالنسبه لكلام اخويا الحاج فتحي. تمام. احنا انا قلت ان احنا مستعدين ان دلوقتي حل مشكله القطن على مستوى الجمهوريه. القطن ده تاج على رؤوس المصريين. تمام. لان القطن ده زكاه الهند بتمتاز بالحرير الياباني، الحرير الهندي. فمصر بتمتاز بالقطن طويل التيل. تمام. فاحنا بنتمنى ان واحنا عندنا حل المشكله. احنا عندنا حل المشكله. حلو. احنا عندنا محالج في كل مدينه في الجمهوريه بتخص القطن. تمام. محالج. اه. طيب المحالج دي بقت جوه المدينه وبقى المتر فيها بيتباع ب 50,000 جنيه و 60,000 جنيه. تمام يا حاج. المباني. اه. طب انا ما بيعش المحالج دي ليه واجمع المبلغ واعمل مصانع ومحالج ومدينه للقطن
زي مدينة الأساس بتاع دمياط كده، بس دي تبقى مدينة القطن، تبقى زي مثلا في مدينة السادات بين مصر وبين اسكندرية وبين في وسط الجمهورية، في وسط مكان مناطق إنتاج القطن، وتبقى يبقى عندنا مصانع غزل ومصانع ومحالج، وتبقى عندنا مدينة قطن، ونبقى احنا رواد صناعة الملابس في العالم. تمام. وبعد إذن أخويا الحاج أحمد، هو السيد الرئيس إدى تعليمات بتطوير الشركات، شركة غزل المحلة وشركة كفر الدوار، وفي شغل دلوقتي إن هم هيطوروا إن شاء الله على ما نيجي نزرع الموسم الجديد هيكون الشركات تشتغل. ويعني ناهيك عن إن دول أكبر شركتين في الدولة، وكانوا هم الأساس في الشرق الأوسط كله، فهم بيطوروا المكان عشان يشتغل على القطن طويل التيلة بتاعنا. طب أنا هقول لك حاجة يا حاج فتحي. اتفضل. والله العظيم أنا في كفر الدوار في مصانع البيضة في كفر الدوار. أيوة. هي دي المصانع اللي بيشتغل فيها. أنا نزلت وبصيت على المصانع. هتحز المكان أطلع. كان فيها 360 ألف عامل. بيشتغلوا في الغزل وفي الحلج وفي أنا نزلت لقيت اللي بيشتغلوا فيها سبع عمال. ياه. وبالغربان بتاع الزعفرين. قلت شوف مال الشعب ومال الدولة. شوف أمل مصر في تطور الغزل والنسيج والإنتاج راح فين. فأنا بأشكر السيد الرئيس على إنه يساعد مصر باقتصاد مصر إن شاء الله. أنا جاي وسواق في العربية بيقول لي أنا عايز آكل، أنا مش لاقي آكل، عايز آكل. المباني والنهوض بالدولة بالطرق والحياة دي مش فايداني، انا عايز اكل بصبر الشفاء. او بتصنيع المصانع دي، تشغيل المصانع دي يساعده على انه ياكل. فحر نهر اللي انا بقول عليه نهر السيسي ده يساعد الشعب انه ياكل، مش الشعب طيب بس. مشروع المليون ونص جميع الدول يا حتى مشروع المليون ونص فدان ده ان شاء الله. يعني انا دايما الواحد يبقى عنده رؤيه مستقبليه. احنا عندنا حجم معاناه وكبير وكل حاجه، بس يبقى عندنا رؤيه ونظريه مستقبليه. يعني مشروع المليون ونص فدان ده انت شايفه ازاي، وهيخدم شبابنا ازاي، وفلاحينا ازاي؟ طبعا انا هقول كلام وانا عايزك تستوعبه. على راس انا مش هشتري فدان ب 45 الف جنيه وانا ما معيش غير 45 الف سعر. اعمله لك بقساط، عامله يا حاج احمد. انا عايز تسلمني الارض وازرعها، ولا اطلعه ياخد منه. عامل حق انتفاع، عايز عامل الاثنين. انا عايز تمام. عايز الارض يا حاج احمد مؤجله الدفع. هو برضه عامل سياسه عشان المستثمرين ما يستفيدون، وللشباب ما يعني ما هو هو مش انت ما صغار المنتفعين ده هيبقى بسعر، وده معروف، والتاني واللي مستثمر بسعر وده معروف. تمام. انا عايز المعدمين وصغار المزارعين يعيشوا، عايزهم يشتغلوا، عايزهم يحسوا ان دي دولتهم. تمام. الفدان بيحتاج 11 واحد عماله يعيشوا فيه. احنا عايزين نتسع في الرقعة الزراعية، ونخلوا الفلاحين والناس اللي هي اهل الخبرة تكسب وتكسب الدولة ان شاء الله. انا بتمنى على الله ان الرئيس يسمعنا، لان احنا مش محتاجين حاجة لنفسنا، احنا كويسين جوا، مش محتاجين حاجة لنفسنا، احنا محتاجين للدولة ان شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقكم يا رب. وعشان نحدد كلامنا في نقطتين اتنين محتاجين معالجه للفلاح. تمام يا حاج فتحي. النقطه الاولانيه هي مستلزمات الانتاج اللي اتكلم فيها الحاج احمد. يعني مثلا لما اجي ادور على فدان البنجر بيصرف له مثلا شكرتين ونص يوريا او اتنين نطرات. تمام. الجمعيه بتصرف كده، المكرر السمادي بتاعه كده. حلو. في حين ان احنا مثلا عندنا الارض قديمه في الدلتا، الفدان ممكن يوصل لسبع ثمان شكاير. تمام. طب الفلاح بيكمل ده من السوق السود، دي بيزود ايه تكلفه الفدان. مثلا محصول الرز بيصرف له اتنين. تمام. هو بياخد له خمسة ست. نفس احنا محتاجين اعادة نظر في ايه في 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 مستلزمات الانتاج بالذات. انت فاهم؟ في المقررات بتاعتها. تمام. الحاج فتحي قال كلمة دلوقتي انت ما تخدش بالك منها. ما قالك قال الارض دي قديمة، ارض الدلتا دي قديمة. قديمة. بتزرع مجالها 7000 سنة. تمام. العناصر اللي فيها خلصت. عايزة اسمدي ناخد نقيب فلاحينكم وحماده معانا على الدار. معلش يا حاج بس حضرتكوا دسمه شويه. يا سياده النقيب الحاج صبر الشافعي نقيب فلاحينكم وحماده. يا سياده النقيب اهلا 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 يا احمد بيه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا سياده النقيب.
حبيبي اولا الف مبروك على البرنامج الجميل وحضرتك طبعا وجهه مشرفه للبحيره ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك لنا فيك. انا عايز اسالك بقى يا باشا بننتهز الفرصه لان احنا عندنا فلاحيننا واهلنا زارعين كلنا بطاطس وسعرها 70 قرش ايه يعني انت رؤيه حضرتك ايه يا ريس في الموضوع ده؟ يعني هنستاذن حضرتك بس ارحب بضيفك الكرام الحاج احمد جوده والحاج احمد جوده اهلا بحضرتك وحننتهز البرنامج ان انا نهني حضرتك والبرنامج وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وجموع المصريين بفلاحين واطياف المجتمع بحلول طبعا عام 2021 متمنيا من ربنا سبحانه وتعالى ان يزيح الغمه عن الامه العربيه باكملها يا رب. وبرضه معلش يا احمد بيه طبعا بنهني امين عام الفلاحين على مستوى الجمهوريه الحاج حسن عبد الوهاب بنجاحه المشرف الباهر وطبعا ما ننساش برضه نهني الاستاذ طلبة النحال امين عام نقابه الفلاحين بالبحيره. انا برضه الناس دي بنذكر اساميها لانهم طبعا هم لهم باع في نقابه الفلاحين وحضرتك عارف وحضرتك من احد مؤسسي نقابه الفلاحين من 2011 وطبعا نقابه الفلاحين هي المعنيه بالفلاحين وهي المفروض هي اللي هي بتنوط بصوت الفلاح. ويا احمد دي انا عندي برضو انت حضرتك سالت السؤال وانا مش هنطلع بره منه الفلاح طبعا هو اكتر واحد بيعاني حاليا في الدوله المصريه بركود الاسعار. طلعنا تمام يا باشا. انا النهارده علشان ان انا نطلع من ازمه البطاطس انا قدامي حل من اتنين، الحل الاولاني التنسيق مع وزاره الزراعه ان هي وطبعا وزير التجاره والصناعه لازم يبقى في تنسيق بينهم ان شاء الله. صح كده يا حاج تمام يا سياده النقيب صح فعلا يا حاج احمد طبعا يا احمد دي عشان برضو نعمل الموضوع ده احنا كان زمان حضرتك كان في حاسمه الاتحاد التعاوني كان بيستلم البطاطس وطبعا المهندس فتحي عارف الكلام ده والحاج احمد عارف الكلام ده بس ما عادش قائم بدوره يا سياده النقيب هو ما عادش قائم بدوره كما ينبغي هو في جمعيه اسمها جمعيه البطاطس برضو من انشط الجمعيه من اغنى الجمعيات في مصر طبعا انا كده ان كده عشان طبعا الدوله الزراعه لما بعد كده ما عملتش طبعا الزراعات التعاقديه والزراعات اللي هي طبعا المفروض الدوره الزراعيه اللي المفروض الزراعه منوطه بيها مع الاتحاد التعاوني فكانت كفر الشيخ معروفه مثلا بتصنع بتزرع نوع معين من الزراعه البحيره بتزرع نوع معين من الزراعه الشرقيه بتزرع نوع معين من الزراعه فكانش فيه تكدس انما دلوقتي يا احمد بيه بقى المستثمرين بياخدوا بال 2000 فدان وال 30000 فدان يزرعون بطاطس والتصدير نفسه صح القوه الشرائيه بتاعه المصريين يعني احنا في جائحه كورونا فدلوقتي طبعا الناس هتجيب منين وانت عندك التصدير يملكه 5-6 وانا مش عايز نطول على حضرتك طبعا والبرنامج والناس الضيوف الساده الضيوف المحترمين لكن احنا نقابه الفلاحين طبعا انت حضرتك مسؤول رقم واحد والبرنامج بتاعك اللي بنشرفه بيه كفلاحين مصر اي وقت تحت امرنا او تحت امر اهلنا للمسؤولين تحت امرك عن طريق البرنامج بتاع حضرتك تحت امرك احنا عايزين ان احنا المسؤولين تعرف ان في يعني ايه نقابه فلاحين يعني ايه ناس بتشتغل وبتتعب صح وصل صوت الفلاح طيب الف الف شكر يا سياده النقيب ودايما ان شاء الله معانا هرد على سياده النقيب بس في كلمه واحده اتفضل يا باشا بالنسبه فتح. بالنسبه لموضوع البطاطس والاتحاد التعاوني هو في جمعيه اسمها الجمعيه العامه للبطاطس بس انت حضرتك عارف ان الازمه اللي العالم كله فيه تمام. وده اللي وقف التصدير لو في تصدير ما كانش هيبقى في تقدس بالطريقه دي مع وفره الانتاج زي ما هو قال بالمساحات الكبيره كلام مظبوط احنا معانا يعني ايه عايز رسائل كده يا حاج احمد يعني خد احنا معانا وقتنا ان شاء الله بامر الله بقينا 6 دقايق كده ولا حاجه انا عايز بقى رسائل منك ومن الحاج والبشمهندس فتحي فعلا ان شاء الله بامر الله احنا عايزين ايه وطلباتنا ايه لان احنا هناخد الطلبات دي كلها معانا الحاج حسن عبد الوهاب وسياده النقيب الحاج محمد العقاري وناسنا اللي هم في كل المحافظات وعايزين حوار مفتوح مع وزارة الزراعة وكل الوزارات المعنية بالفلاح نقعد على ترابيزة زي دي ونتكلم ولازم نوصل لحل للفلاح المصري. خد الرسائل من حد فتح. ها؟ خد الرسائل من حد اللي مسؤول المفروض زي ما قال انا ده ايوه احنا واحد المفروض اللي مسؤول عن الفلاح وزير الزراعة، وزير التجارة، وزير الصناعة، وزير التموين. تمام. دول المفروض يبقوا مسؤولين عن ايه؟ عن الفلاح وعن الزراعة. تمام. المفروض يبقى فيه زي ما قلت ملف التسويق المفروض الفلاح بيعرف هو زارع هو هيزرع ايه وبكام تمام
وتكلفته، لان طبعا انت عارف ان مستلزمات الانتاج زادت. تمام. مستلزمات الانتاج الكيماوي سعره زاد، الجاز سعره زاد، بالتالي الحرث سعره زاد، الري سعره زاد، المحاصيل سعرها بيقل. تمام. ففي هنا لازم يتعمل موازنه للناس عشان الناس تعرف تعيش. تمام. يعني انا دلوقتي بقى بكلف 10 وبيع ب9، طب هصرف على اولادي منين؟ احنا محتاجين نظره من السيد الرئيس بالنسبه لصغار الفلاحين اللي عنده فدان واللي عنده نص فدان، محتاجين نظره من السيد رئيس الجمهوريه بالذات للفلاحين اللي صغار الفلاحين. تمام. اكمل على كده. النظره بقى بتاعت حضرتك اللي انت بصيتها لي دلوقتي دي، انا عايز توصل لي. ماشي. انا هقول 4-5 كلمات بس على هدا. تمام. السيد رئيس الجمهوريه ليه طلب عنده؟ اتفضل. والطلب اللي ليه عند السيد رئيس الجمهوريه ارجوكم بلغوه له ان شاء الله يوصل. الفلاحين 70% من الشعب المصري. الفلاحين مش هم اعضاء الاتحاد التعاوني ولا هم اعضاء النقابه. الفلاحين المحروقين في الشمس محتاجين مجلس اعلى للزراعه والري. مجلس اعلى للزراعه والري من كل محافظه واحد يبقوا 27 واحد يرفعوا المشاكل للوزراء ويرفعوا المشاكل لمجلس الشعب ويكلموا السيد رئيس الجمهوريه علشان خاطر محدش يحس بمشكلتهم الا هم. احنا عايزهم من الشجانين التعبانين 27 واحد يكلموا يحطوا تشريعات الفلاح ويحطوا طلبات الفلاح ومشاكلهم قدام مجلس الشعب وقدام السيد رئيس الجمهوريه. مجلس اعلى للزراعه والري معني بمشاكل الفلاحين، معني مباشره بمشاكل الفلاحين. بطالب السيد رئيس الجمهوريه بتشكيل مجلس اعلى للزراعه والري يكون معني بهموم الفلاحين ومشاكل الفلاحين، يوصلهم لوصل المشاكل والهموم والتشريعات لمجلس الشعب ولرئيس الجمهوريه وللوزراء. وده طلب بسيط مش صعب. المجلس الاعلى، في مجلس اعلى للامومه ومجلس اعلى للمراه وفي مجلس اعلى للمعاق ومجلس اعلى للمعاق ومجلس اعلى للطفوله. اعمل مجلس اعلى للفلاح وفي اكثر من الفلاح مطحون. يا حاج احمد ان شاء الله صوتنا مسموع باهلنا بناسنا وعندنا ان شاء الله حلقات تانية كتير ان شاء الله هنتكلم فيها لحد ما نحقق حاجه لاهلنا. والله احنا كلنا عايزين نشتغل فعلا ونحقق حاجه لاهلنا الفلاحين في حياتنا، ان احنا نوصل بشكل كويس ان ناسنا الطيبين دول، ان احنا ان شاء الله برنامجنا يستهدف ان احنا يكون عندنا مجلس اعلى يا حاج احمد، ويكون عندنا وانا متاكد ان احنا ان شاء الله يعني مسموعين كويس وصوتنا هيوصل، وان شاء الله نلتقي بوزير الزراعه لازم يسمعنا واحنا هنقعد معاه ولازم نوصل ونحط حلول يسمع الفلاحين. احلام بسيطه، احلام بسيطه جدا للناس اللي تعبت، واجل حال الناس دي تتكافئ، لان الفلاح المصري هو ابو الدكتور وابو المهندس وابو كل طوائف المجتمع ده وبيأثر. يعني انا كان عندي مشكله الطماطم لما اتكلمنا فيها ونزل سعرها دلوقتي بقى ب6 جنيه و7 جنيه، المشكله بتاعتنا ديت يا حاج احمد لما احنا اتكلمنا فيها وربنا اراد وبتاع وبقى المحافظات التانيه اشتغلت، فاحنا ان شاء الله بامر الله دايما معاكم نقدر نعمل حاجه للفلاح. وبنشكر اهلنا وناسيا عندنا مشكله صغيره بعدين نكمل اللي كانوا معايا الحاج احمد جوده والحاج فتحي، ان شاء الله في حلقات ثانيه بامر الله نكون معاكم ودايما مستمرين بيكم ومستمدين يعني روحنا الكبيره دي منكم ان شاء الله. انا بشكر الحاج احمد جوده شيخ الفلاحين ولينا ان شاء الله حلقات ثانيه، وبشكر الباشمهندس فتحي النجار اخونا وحبيبنا، وان شاء الله بامر الله نلقاكم على خير كل جمعه الساعه 7 وان شاء الله لينا حلقات مع المسؤولين ان شاء الله نوصل صوتكم ونشتغل بصوت واحد وقلب واحد اللي هو قلب الفلاح المصري ان شاء الله في تقدم. وتصبحوا على خير والف الف شكر، ونتمنى ان احنا نكونوا ضيوف خفاف عليكم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا.